استقبل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، والذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. قام وزير الطاقة والمناجم محمد عرقابي اليوم مع رئيس جمهورية أوغندا يوريو موسيفيني بزيارة مركز البحث النووي بالجزائر العاصمة في اليوم الثالث من زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر. استقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي قبيل انعقاد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في دورتها 58 بالجزائر الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة، حيث أكد الوزير على مساعي الجزائر لإنجاح الدورة من خلال العمل على التوافق مع وزراء الصحة العرب على البنود المدرجة في جدول أعمال المكتب التنفيذي ومجلس وزراء الصحة العرب. كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي أن هنالك برنامج لفتح مكاتب ومراكز بريدية جديدة هذه السنة، مضيفا أنه سيكون هنالك مكتب بريد لكل 10,000 نسمة، وسيتم إعادة إحصاء السكان في بعض المناطق من أجل فتح مكاتب جديدة، مؤكدا أن تحسين الخدمات البريدية لا يقتصر فقط على فتح مكاتب جديدة بل على تحسين ظروف الاستقبال والخدمة وتحسين ظروف عمال البريد. أظهرت المذكرة الاقتصادية لبنك الجزائر ارتفاعاً للقروض الموجهة للاقتصاد خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 ب4.17% لتصل إلى ما يقارب 10,203 مليار دينار جزائري مقابل ما يقارب 9,800 مليار دينار جزائري عند نهاية سنة 2021. شدد والي ولاية المدية جهيد موسى على المقاولة المكلفة بتهيئة المحلات المهنية المهملة منذ عدة سنوات لتحويلها إلى عيادات متعددة الخدمات بمضاعفة إنجاز الأشغال وتسليم المشروع في شهر جوان المقبل، وهذا لتخفيف الضغط الذي يشهده المستشفى المدني. صرح اليوم مدير السياحة والصناعة التقليدية بقسنطينة أمين دحماني أن قرابة 60 شخصاً من الوفود الأجنبية المشاركة في المرحلة السادسة من طواف الجزائر للدراجة الهوائية قد استفادوا من زيارة للمواقع السياحية والتاريخية بولاية قسنطينة. هذا وذكر أن هذه المبادرة قد تم تأطيرها بتسخير مرشدين سياحيين ونظمت بغرض التعريف بأهم المقومات السياحية والثقافية والتاريخية للمدينة. اشتهرت الطفلة سانداي كرامير ذات العامين من العمر بشم الشموع المعطرة وأعطاء رأيها بالموافقة عليها أو حتى الرفض، حيث بات المشاهير يستشيرونها وشركات الشموع ترسل منتجاتها إليها للحكم على تلك المنتجات.